بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس إن شاء الله راح ناخذ بعض الاكسرسايزز الخفيفة على الريز، حتى بس نتأكد إنه المعلومات ثبتت عندك. أول شيء أتمنى إنك حليت يعني الاكزامبلز اللي طبقت الاكزامبلز اللي أعطيتك إياها في الدروس السابقة. مهم جدا لما تشوف الدرس والاكزامبل سكر الفيديو وحاول إنك تكتب الاكزامبل من راسك، تتأكد إنك فاهمه مضبوط، تتأكد إنك فاهم السنتاكس مضبوط. هذه أشياء مهمة جدا، خصوصا السينتاكس اللي هو طريقة الجرامر، يعني هل فاصلة منقوطة ولا ما هي فاصلة منقوطة، ولا أشياء هذه مهم جدا إنك تتأكد إنك تنتبه لها يعني بشكل دقيق في الجافة، لأنه خصوصا المبتدئين دائما يعني يواجهون مشاكل في الناحية هذه. طيب، عندك المثال هذا الآن، والسؤال هو إيش الأخطاء اللي موجودة في المثال اللي قدامك؟ زين، يعني وش الأخطاء؟ أرجوك توقف الفيديو تفكر شوي وش الأخطاء اللي موجودة هنا، وبعدين ترجع تشوف ناقش الأخطاء. طيب، أتمنى أنك جربت. خلينا نشوف الأخطاء. أولاً، خطأ هنا عندنا في تعريف الأري. زين، المفروض أنه طبعاً هنا يسوي declaration للريفرنس، ديكلاريشن الاري للريفرنس، فما يكون في حجم هنا، المفروض انها تكون دبل، بعدين قوسين فارغات، بعدين ار اسم الاري، بعدين اسناد هنا نقول نيو، بعد كذا الاري من نوع دبل فنقول دبل، ثم نضع الحجم هنا. زين، اذا هذا هو الخطأ الاول، هو في عملية صناعة الاري نفسها، هذا هو الخطأ الأول. طبعا هنا ما في سيمي كولن، هنا في عملية إسناد. طيب، الخطأ الثاني هو في الجزء هذا. الآن هو يبغى يسوي فور لوب يمشي على عناصر الأري ويضع في كل عنصر قيمة i في 100. زين، فمثلا العنصر الأول يصير فيه 0 في 100 اللي هو 0، العنصر الثاني يصير فيه 1 في 100 اللي هو 1، العنصر الثالث 100، العنصر الثالث يصير 2 في 100 ل 200، فهذا يكون 0 100 200 300 400 500 وهكذا. فهذا هو المطلوب في، او هذا اللي يرغب فيه المبرمج. لكنه اخطا هنا لما جاء يسوي اكسس على الاليمنت للاري، فانه استخدم الهلالين، والمفروض انه يستخدم البراكتس، المفروض ان هنا نستخدم البراكتس، القوس المعقوف اللي هو القوس هذا. زين، فاذا المفروض هنا نستخدم البراكتس بالشكل هذا. بالطريقة هذه راح تكون عملية الأكسس صحيحة. زين، فإذا نقول ال R of I gets I في 100، فإذا العنصر R of I، element R of I، I ب 0 يعني R of 0 العنصر الأول، R of 1 العنصر الثاني، R of 2 العنصر الثالث، تاخذ 1 في 100 و 0 في 100 و 1 في 100 و 2 في 100 وهكذا. زين، طيب باقي لنا الآن عفوا، عندنا هنا برضو فيه خطأ. زين، وهو وضع قوسين length، اللي property length حقت الري ليست method. زين، هذه شيء مهم جدا، property length حقت الري ليست method، فإذا ما فيها قوسين، هي property تكتب بالشكل هذا r.length، مضبوط. طبعا أنا عارف أنك يعني أنت مثلا ممكن تقول وين ال private وال public والأشياء هذه، هذه حالة خاصة جدا جدا جدا، فلذلك احفظها زي ما هي. البروبرتي لينكث حقت الاري ليست ميثود، وانما هي بروبرتي، فتكتبها بالشكل هذا بدون اي اقواس. زين، فهذا خطا من الاخطاء اللي موجوده فيه. باقي خطا واحد، يبغى لك تدقق شوي يعني حتى تشوف الخطا هذا، وقف الفيديو وحاول مره ثانيه، يعني اذا كنت ما اكتشفت الخطا هذا حاول مره ثانيه تحاول انك تكتشف الخطا هذا. طيب، الخطأ عندنا هو الفاصلة المنقوطة هنا. زين، لما تضع فاصلة منقوطة هنا بعد الأري فهذا معناه أن الأري، عفوا بعد اللوب، فهذا معناه أن اللوب راح تدور بدون ما تنفذ الجزء هذا. الجزء هذا الآن ما عاد هو جزء من اللوب، ما عاد هو البدي حق اللوب. بكل بساطة البدي حق اللوب فارغ، هذا هو البدي حق اللوب. زين، هذا البدي حق اللوب، والبدي حق اللوب هنا عندنا فاضي empty، ما في اي شيء. زين، فاذا اللوب هذه راح تدور، ونفرض انك يعني صححت اللينكث هنا، كتبت r.length
بشكل صحيح وعرفت الاريا بشكل صحيح بشكل صحيح، فان اللوب راح تدور 100 مره بدون ما تسوي اي شيء. ثم بعد ما تنتهي راح تجي هنا وتحاول انها تضع قيمه القيمه هذه في الار اوف اي، وطبعا راح يطلع عندك مشكله لان الاي معرفه جوا اللوب. فاذا هذه ناحيه مهمه جدا في البرنامج هذا. إذن مرة ثانية، اللوب هنا مجرد أنك وضعت سيمي كولن هنا فإنك قفلت البادي حق اللوب، ما عاد في بادي لللوب. زين، هذا خطأ يعني قد يقع فيه بعض الناس. وبنفس الوقت بما أن الآي هنا معرفة جوا اللوب فإن ما راح تقدر تستخدمها برا اللوب هذا، يعني تكلمنا عنه سابقا. زين، فالسكوب حق الآي أو المكان اللي تقدر تستخدم فيه الآي هو جوا اللوب فقط، في اللوب في الـ في الـ في, الـ في الهيدر هنا حق اللوب هذا، وفي البادي حق اللوب. بما ان البادي فارغ هذا ليس جزء من البادي، فاذا الايرور هنا راح يعطيك الكومبايلر ايرور لان الاي هنا برا اللوب هذه. زين، فاذا هنا كومبايل ايرور سنتاكس ايرور بنفس الوقت لوجيكال ايرور لانه هذا ما راح يتنفذ زي ما انت تتوقع انه يتنفذ 100 مره. طيب اذا الحل الصحيح هو انك تشيل السيمي كولن هذه، مضبوط، فبالتالي راح يكون الجزء هذا هذا هو البادي حق اللوب راح يتنفذ تبع اللوب. أرجو أنك تراجع الفيديو مرة ثانية حتى تتأكد أنك فهمت الجزء هذا بشكل جيد. طيب خلينا نشوف مثال ثاني، وهو المثال هذا. برضو المثال هذا ما هو صعب يعني سهل، لكن أبغى منك أنك برضو تفكر إيش المشاكل اللي في المثال هذا، بعد كذا ترجع ونشوف المشكلة. طيب خلينا نشوف المشاكل الموجودة عندنا هنا، وش الأخطاء اللي موجودة. أول الخطأ الأول أنه هنا احنا لما نمشي في البرنامج كل شيء تمام، الآن عرفنا سكانر، عرفنا دبل إن، ما عندنا مشكلة. جينا هنا الآن زين نعرف الأري. الخطأ الأول أن استخدمنا الإن نفس اللي شفناه في المرة السابقة. هنا المفروض أن الإن ما تستخدم هنا، المفروض هذا فارغ زي هذا، وهذا هو اللي نضع فيه الإن هنا. زين، إذا الديكلاريشن حق الريفرنس ما يكون في السايز حق الأري، ما يكون في حجم الأري. زين، نعرف حجم الأري لما نجي نسوي كرييشن أو ألوكيشن للأري، لما نجي نحجز الأري في الذاكرة نسوي ميموري ألوكيشن للأري، نضع السايز هنا. زين، نقول سوي لي أري جديدة العناصر اللي الإلمنتس اللي فيها من نوع دبل وحجمها هو إن. زين، فإذا هذا هو الخطأ الأول، مضبوط. الخطأ الثاني الآن، بما أنك تبغى تستخدم الإن كحجم للأري فإنه لا يمكن تكون الإن من نوع دبل، لا يمكن يكون حجم الأري من نوع دبل، إذا هذا خطأ. زين، يجب أن يكون إنت، وما أن إنت هنا فإذا لازم هنا نقول next إنت. إذا لاحظ كيف الخطأ يتتابع، يعني شو اسمه، يعني يكون له آثار أخرى، مضبوط. او انك تقول لا، تقول والله انا ببقي الان معرفه يعني كفاريبل دبل وبحط هنا 100 مثلا. زين، يعني معناته تكون الري من حجمها 100 وخلاص وانتهينا. فاذا انت مخير يعني اثناء التصحيح، لكن اهم شيء انك تعرف انت الاخطاء هذه. زين، اذا لا يمكن تضع حجم الري في الديكلاريشن هنا، لازم تضعها في الكرييشن، الشيء الاول. الشيء الثاني انك لازم تستخدم انت كحجم للاري، لانه طبعا منطقيا ما يمكن يكون حجم الري 5.5، يعني الري فيها 5 عناصر ونص. زين، لا، الري يا فيها 5 عناصر يا فيها 6 عناصر. هذا فإذا منطقيا لازم يكون عدد انتجر، عدد صحيح، وحتى لا يكون عدد، المفروض ما يكون ايضا عدد سالب. طيب نجي الان الفور لوب. الان ايش الخطا اللي في الفور لوب؟ في هنا خطا مهم جدا وتكلمت انا عنه ونبهت. ايش الخطا اللي في الفور لوب هذه؟ الخطا هو انه بدا من 1 وكتب هنا اصغر من او يساوي n. يعني نفرض ان حجم الاري 100 فانه بدا من العنصر اللي الاندكس حقه 1 وانتهى بالعنصر اللي الاندكس حقه 100. زين، اولا الاري لما يكون عندك اري زين فانه اول فيها 100 عنصر، مضبوط، فانه اول عنصر في الاري راح يكون الاندكس حقه 0، هذا العنصر الاول. زين، فانت بديت من العنصر الثاني فعليا لما تقول 1. لما تقول هنا انت اي ب 1 تجي هنا تقول a of 1 gets 1، مضبوط، فان ال a of 1 هذا هو العنصر الثاني وليس العنصر الاول، فهذا الخطا الاول اللي اخطيته، مضبوط. اذا العنصر الاول ما وضعت فيه قيمه. طيب
الخطأ الثاني اللي كان موجود هنا هو أنه آخر عنصر في الأري هو 99. زين، إذن فيه هنا عناصر آخر عنصر 99. في الحقيقة لما تكون الآي تساوي إن، الإن اللي هو حجم الأري والأري بمية هنا، زين، فإنك أنت تقول ادخل لي على العنصر رقم 100. ما في عندي عنصر رقم 100 هنا، وهذا خطأ كبير جدا. راح تعطيك الجافا ايرور، لكن ما راح تعطيك اياها سينتاكس ايرور، ما راح تكون في وقت الكومبايل، يعني بمعنى يحط لك الاكليبس خط احمر، لا، راح تكون الايرور في وقت تنفيذ البرنامج، هذه لوجيكال او ران تايم ايرور. زين، تقول انك طلعت برا الاري لانك وضعت اليساوي. اذا دائما انتبه ان الفور تبدا من الصفر، مضبوط، تبدا من الصفر وتنتهي قبل السايز حق الاري، طبعا على فرض انه الان هو السايز حق الاري، هو حجم الاري. اذا لازم تنتبه للموضوع هذا. زين، ارجو ان تكون فهمت هذه. ممكن تعيد الفيديو هذا، تتاكد من انك فهمت الاخطاء هذه، ومهم جدا انك تحل المزيد والمزيد من الاكسرسايزز حتى تتاكد انك فهمت المواضيع هذه، بالذات خصوصا السينتاكس اللي لخبط يعني كثير، خصوصا اول ما تبدا وين تضع الحجم، هل تضع الحجم هنا، هل تضع الحجم هنا، هل اشياء زي كذا، يعني تضع فاصله منقوطه ما تضع فاصله منقوطه، هذه ركز عليها كثير، وهذه تعتمد تحتاج انك تحفظها حقيقه الى حد ما.